السلام عليكم خوتي، رمضان كريم، صحة فطوركم لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. جات لا ليست يا ويدي، جات لا ليست. القائمة بعد قائمة المنتخب الوطني، قائمة 23 لاعب اللي أعدها جمال بالماضي وجدت وراهي حاضرة. قائمة هذه اللي راح يشارك بها كأس أفريقيا، قائمة 23 لاعب. أول شيء باش الناس تفهمني، أنا مانيش باش نهاجم بالماضي ولا نهاجم المنتخب الوطني نتاعنا، خاطر هذا المنتخب يمثل الشعب، يمثلنا احنا، يمثل الجمهور الجزائري، يمثل الشعب الجزائري ويمثل الدوله الجزائريه. لازمنا كامل نوقفوا مع المنتخب الوطني تاع بلادنا، ما عندناش منتخب وطني اخر، ما عندناش دوله اخرى، عندنا بلادنا ونبقاو اوفياء للمنتخب الوطني. اختيارات بالماضي عجبتني ما عجبتنيش داكشي اخر، لكن قناعاتي نشجع المنتخب الوطني الجزائري قلبا وقالبا. إذا حقق المنتخب الوطني الجزائري نتائج إيجابية وراح بعيد في كأس أفريقيا، الفضل يرجع بالماضي. ولا ما حققش نتائج إيجابية وقصام الدور الأول ولا ما دارش نتائج مليحة، اللي يتحمل المسؤولية هو جمال بالماضي. يعني الكلمة الأولى والأخرى، اللي يتحمل المسؤولية هو الناخب الوطني جمال بالماضي. الآن مش وقت انتقاد لا ليست دارها بالماضي، دوك نتكلموا عليها على المناصب وعلى كذا لكل الصفوف. صح، كلمة نعاود ونقول، الناخب الوطني هو المسؤول على هذه القائمة، سواء نجحت سواء ما نجحتش، سواء مشى المنتخب الوطني مليح سواء حقق نتائج سلبية، اللي يتحمل المسؤولية هو الناخب الوطني. احنا مش وقت انتقاد، خليه الناخب الوطني يخدم، نخليه ونشوف النتائج هي اللي تتكلم. إلا حقق نتائج إيجابية كلنا مع بالماضي، إلا حقق نتائج سلبية يكون كلام آخر. نبداو خوتي بسم الله بالقائمة تاع المنتخب الوطني. نبداو بسم الله بأول شيء، نبداو بحراسة المرمى. حراسة المرمى يعني معروفة، مبولحي، دوخة، وكيتجا، يعني منطقية في أبعد حد، رغم إصابة مبولحي والعودة نتاعو يبقى مبولحي اسم كبير في إفريقيا، مش في حراسة المرمى جا في الجزائر ولا، اسم كبير في إفريقيا مبولحي، حبة من حبة وكارهة من كارهة. خط الدفاع ظاهر أيسر، فارس محمد فارس دار موسم رائع في الدوري الإيطالي مع نادي سبال، واحد ما يشك في إمكانية هذا اللاعب. لكن كان لاعب اللي تكلمت عليه أنا سابقا، كان ناس هجمتني ولا فوزي غلام، أنا تتكلم أوفيسيال فوزي غلام، مشكلة تاعو ماهيش قضية إصابة ولا، نهار اللي نحيه وزطشي تلقاو فوزي غلام برجل واحدة يجي يلعب، متفاهمين فيها. باش نعاود ونقول، فوزي غلام غيابه ليس بسبب الإصابة، فوزي غلام غياب نتاعو رسميا بسبب خير الدين زطشي، نهار اللي يروح زطشي يرجع فوزي غلام يلعب ولو برجل واحدة المنتخب الوطني. هذه باش نتفاهم قضية عدم كاين الناس تقول ما تلقاش الاستدعاء، لا تلقى الاستدعاء في نادي نابل، في تويتر تاع نادي نابل، الموقع الرسمي لتويتر نادي نابل هو أدم الناس أوفيسيال، فوزي غلام رافض يجي مدام فيها زطشي. هذه باش نتفاهم برك كبداية. إذن محمد فارس حضور منطقي، عطال الجهة اللي منها كيف كيف، عطال اللي رجع بقوة في الدوري الفرنسي، يعني حضوره منطقي وما كان حتى يعني شكوكات ولا، يعني عطال يسهل منصب تاعو. جمال بالعملي أيضا يدير في موسم مقبول جدا في الدوري السعودي، وأساسي دائما في نادي الشباب السعودي، ومن حتى المقابلات يلعبها مع المنتخب الوطني ما دارش كوارث والله، يعني دار مقابلات مقبولة جدا. مهدي طاهر قلب الأسد بالنسبة لي أنا وصمام الأمان، أنا كي شفت مهدي طاهر أصيب بديت ندخل للشك، ميك يرجع الأونة الأخيرة من الإصابة والعملية الجراحية مع نادي لونس، وعنده مقابلة مصيرية للصعود للدوري الدرجة الأولى الفرنسية نادي ديجون، يعني شيء مباشر، رجع بقوة ودار مقابلتين مع أفسي باري ومع نادي أخر نسيت، دار مقابلتين ولا أروع. مهدي طاهر ما كانت ولا نقاش فيها. رفيق حليش، رفيق حليش كان يقول بلي رفيق حليش ما قالوش يرجع في المنتخب الوطني، ما عندوش مكانه في المنتخب الوطني. انا نشوفها من كلتا الجهتين، رفيق حليش كخبره، واحد يشك في الخبره نتاعو، وكامكانيات يلعب بالذكاء يعني بالاكسبيريونس نتاعو. رفيق حليش انا معليش، انا معاه انه خلوه في لاليست، مانيش ضد، انا باش بالعكس انا نحب يبقى رفيق حليش في قائمه المنتخب الوطني، نستفيد من الخبره نتاعو
في الاكسبيريونس نتاعو ومعرف بالاجواء، يعني يعرف الاجواء الافريقيه. رامي بن سبعيني، باش الناس ما تقوليش بلي راك تكره بارادو، رامي بن سبعيني سيناه كظهير ايسر مع ماجر مع بالماضي افشل، سيناه كوسط وسط دفاع في وقت ليكانز والكاراس افشل. ان شاء الله بعد ما تحصل على كاس فرنسا ان شاء الله يرجع بقوه ويكون كدوبلير ظهير ايسر مع فارس. مهدي صافان احسن خليفه، احسن خلف لعطال، عطال يهاجم اكثر من يدافع، مهدي صافان يدافع اكثر من يهاجم. لو نلعبوا مع منتخبات اللي الى تفتح اللعب ياسر ولا نعود متفوقين بالنتيجه نحبوا ندافعوا، ندخلوا كزفان كظهير ايمن دفاع. مهدي صافان يستاهل مكانه في المنتخب الوطني. عيسى ماندي اللي يكرهوه من البلاطوهات، عفوا يكرهوه البلاطوهات وجماعه المقاهي الميته، عيسى ماندي في التشكيله المثاليه للا ليغا الاسبانيه. عيسى ماندي قيمه ثابته، عيسى ماندي قيمه ثابته في لا ليغا الاسبانيه وفي المنتخب الوطني دون نقاش. انا تمنيت جمال بالماضي يلعب طريقه 3 5 2 ولا 3 4 3 ليبدع فيها عيسى ماندي في الدفاع، لكن للاسف اختيارات المدرب، انا احترم اختيارات المدرب الى اخر نفس الى اخر مقابل باش يكون شيء واضح. نروحو خوتي لوسط الميدان، وسط الميدان اكثر فيه الكلام، وسط الميدان فيه كلام كثير وكثير جدا. نبداو ببوداوي باش تعرفوا انا مانيش ضد اللاعب المحلي كلاعب، يعني الشخص ماني ضد حتى لاعب، سواء من بارادو سواء من ياسما سواء من سطيف سواء من جياسكا سواء من السياسي، كقيمه ثابته نهضروا كقيمه ثابته. بوداوي ما قدم ولا شيء للمنتخب الوطني، صحيح لعب مقابله واحده، لعب 90 دقيقه ضد منافس اسمه غامبيا، غامبيا في 165 ولا 170 في الترتيب تاعها تاع الفيفا، اذا ما قدم ولا اضافه للمنتخب الوطني رغم لعبه 90 دقيقه. اللي داروا حاجه في المقابله في غامبيا هما بن ناصر و عبيد، هذوما بينوا باللي راهم مستوى مع تاع منتخب وطني. باش ثاني نتكلموا على بداوي لازم نهضروا حاجه، بداوي يلعب في البطوله الجزائريه، البطوله الجزائريه بطوله فساد، بطوله كوكاي، بطوله رشوه، بطوله شيشه، وبطوله شراء الحكام، اذا يعني بطوله فاسده، ما نقدروش نقيموا اللاعب اللي يلعب في البطوله الجزائريه. لو كان يلعب بداوي في بطوله اخرى محترمه فرنسيه ولا بلجيكيه ولا المانيه ولا اي بطوله ما فيهاش الفساد ونشوفوا يتألق، حنا نطالبوا باش بداوي يلعب في المنتخب الوطني يشارك، لكن يلعب في بطولة واد كنيس، من يلعب في بطولة واد كنيس مردود ومشكوك فيه، وبالدليل انه لعب مع غامبيا، غامبيا ماشي كوت ديفوار ماشي نيجيريا ماشي غانا ماشي السنغال ماشي ليجيبت ماشي المغرب ماشي لا تونيزي، لعب ما دار والو ما دار والو الاخر. اذا باش حنا ما تقولناش بلي راك نكرهو بارادو، انا والله ما نكرهو اي فريق في الجزائر، ما نكرهو ما نكرهو حتى لاعب محلي، حنا بالعكس حنا نحبو اللاعب المحلي كيبين المستوى نتاعو في اوروبا ويشرفنا في اوروبا ويفرحنا في اوروبا، حنا اول ناس نطالبوه باش يلعب في المنتخب الوطني ونسندوه نوقفو معاه، هذه باش نختم بها برك. اذا بوداوي مشاركته مشكوك فيها، كي نقول مشكوك فيها كاين ما احسن منه، هذا ترجع لاختيارات المدرب، مانيش انا اللي عم بدل لا ليست، مدرب هو المسؤول سواء في الفشل ولا في الفوز. بوداوي تكلمنا عليه. عدلان قديورة، عدلان قديورة كخبرة واحد ما يقدر يناقش، عدلان قديورة من ناحية المنفروجية وكذا وي، بصح كان مستوى عدلان قديورة بعيد مستوى نتاعو، بعيد عن المنافسة، مش يلعب في النادي نتاعو، حنا باش نجيبو لاعب لازم يكون لازم يلعب في المنتخب في النادي نتاعو ولعب عدد كبير من المقابلات. بن طالب كان يكون أولى، بن طالب هما من الشلة اللي فيها غلام وبلفوضين المغضوب عليه من قبل زغشي، باش نكونو اوفيسيال، بن طالب مرفوض من قبل الاتحادية. إذا عدلان قديورة كخبرة وي، بصح كمردود هنا نعطي رأيي، بصح تبقى المدرب هو الرسمي هو الأخر، كلمة الأخيرة المدرب. عدلان قديورة نشوفو ما يكونش في المنتخب الوطني، يكون أفضل بن طالب، هذا رأيي. سفيان فيغولي
الله ما يقدر يتكلم عليه الدوبلي ميير جوار في الشامبيون تاع التور لا تركي واحد ما يقدر يناقش بلاصتو بالسكوتش مهدي عبيد نوعا ما الاصابات والاصابات اللي عرقلت هذا اللاعب لان اللاعب عنده مستوى مقبول ومقبول جدا اذا ما نقولوش مستوى جيد اسماعيل بن ناصر من الاكتشافات الاوروبيه هذا اللاعب اللي صراع كبير عليه في نابل في بوروسيا دورتموند في الدوري الانجليزي عاود يرجع ممكن ارسنال هذا لاعب مطلوب في روما لاعب ممتاز هريس بالقبله عفوا انا ما نعرفوش القبلة هذا ما نعرفوش لا نعرفو كان يلعب في المنتخب الاولمبي ما نقدروش نقيمو ان شاء الله كيجي يبين المستوى نتاعو هذا اللاعب تاهل طلع القسم الاول الفرنسي مع نادي بريست معلومات اللي عندنا هذا الشيء كاين اسكو مستوى عالي خير من بن طالب الايام هي اللي تبين لنا وكوب دافريك هي اللي تبين لنا نروحو للهجوم ثاني فيه كلام كبير يعني الكلام يكون في لا ديفونس نوعا ما هولندا لكن الكلام الكبير في وسط الميدان وفي الهجوم الهجوم يوسف بلايلي كاين الناس يقول لي انت تكره يوسف بلايلي انا ما نكرهش يوسف بلايلي يوسف بلايلي يلعب في بطولة التونسية مع احترامي للدوري التونسي ولا لتونس ولا مش يلعب في المانيا ولا اسبانيا ولا ايطاليا قضيت بالفوضي انا نستدعيه بالفوضي نشوف ندير قائمة موسعة ونشوف على رأيي بالفوضي يلعب كيما بلايلي ويقدر يلعب حتى فون سونتر ورا المهاجمين كلامي واضح هني سفيان هني يلعب في الدوري الروسي ماهوش يلعب في ماهوش يلعب في الدوري التونسي لكن هذه خيارات المدرب انا لحد الساعه ما قنعنيش انا بلايلي في مقابله غامبيا ما قنعنيش غامبيا ماهيشي سنغال كوت ديفوار غانا مصر ليجي مروك شكون واضحين بنجاح بحكم انه بالماضي يعشق بونجاح لأنه سجل أهداف في الدوري القطري ماهوش في الدوري الألماني ولا الإسباني لكن ما علينا أنا نتبعه في بالماضي لآخر نفس قلنا بونجاح هدف معلش ياسين إبراهيمي قيمة ثابتة إسلام سليماني لغز إسلام سليماني ماهوش يلعب في النادي نتاعو عنده مدة طويلة مش يلعب مم حتى في المنتخب الوطني ما كانش يلعب ياسر إسلام سليماني تبعيط له وتنحي بالفوضيل واندي دولور اللي رانا حين نتكلموا على الفضيحة اللي صارت لما المفروض الدولة الجزائرية تتحرك وتطلب هذا زتشي للتحقيق ومن بعدها للفصل ويقدم الاستقالة نتاعو هو مع إرادته لأننا دخلنا في فشل عميق يجي وقت نتكلم عليه إسلام سليماني بالنسبة لي كخبرة وي احنا ما نجد ان اسلام سليماني لعب فرحنا فرح الجزائر اهدانا التأهل الى الدور الثاني من كأس العالم بهدف الرأسية الممتازة الرائعة ضد روسيا واحد ما ينكر الشيء هذا اسلام سليماني لعب كبير صح احنا هذا منتخب وطني مش منتخب حومة نجيبوا لاعبين جاهزين اللي يكونوا في مستوى مقبول في النوادي نتاعها رياض محرز قيمة ثابتة ادم والناس نوعا ما بعض المقابلات يلعب بعض المقابلات ما يلعبش لكن موهبة بالفترة هذا اللاعب موهبة بالفترة باش نختم خوتي في الأخير احنا نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني وحنا رانا مع المنتخب الوطني تاع بلادنا قلبا وقالبا في السراء وفي الضراء لكن الشيء اللي حبيت نوصلو ميساج بالماضي رانا معاك احنا رانا معاك كونغ هاني ومناش عننتقدوك اختيارات نوعا ما مش عتقبل الناس مش الناس كل عتقبل القائمة هذه لكن احنا مع المنتخب الوطني المسؤول الوحيد هو الناخب الوطني فشل ولا تحقيق نتائج إيجابية ترجع للناخب الوطني إلى فشلنا يعني الماضي انت المسؤول إلى رحنا البعيد انت بفضل يرجع لك هذه باش نتفاهمو نتمنوا المنتخب الوطني يروح بعيد وإن شاء الله نجيبه الكاس رغم صعوبتها ورغم إفريقيا والكولاسة والكواليس وأحمد أحدم أحمد أحمد هذا عفوا ولا خاتم في أيدي ثلاث دول معروفة صح إحنا طامحين ومتفائلين دائما إحنا جزائريين فينا التفاؤل وإن شاء الله ولما لا نجيب الكأس الثانية والنجمة الثانية تكون في القميص المنتخب الوطني قادما إن شاء الله نتمنى الخير المنتخب تاع بلادنا في الأخير أخوتي
صحة فطوركم وصحة صحوكم ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.